بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنتناول في هذه الحلقة إن شاء الله اكتشافا مفاجئ تعلن عنه نازا لكويكب، تقول أنه قد يهدد الأرض. وهذه مثل هذه الأخبار بدأنا نسمع عنها بكثير مؤخرا، ويتساءل بعض الإخوان هل اقترب القمر من الأرض ب 28 كيلومتر، كما أن هناك خبر لاكتشاف براكين خطيرة في قاع المحيط خصوصا في البحر الأبيض المتوسط، وبدأ هذا الأمر أيضا يكثر قرب اليونان في البحر الأبيض المتوسط. ورانين شومان يسجل ارتفاعات عالية. نبدأ حلقتنا إن شاء الله بالكويكب الذي تم اكتشافه فجأة، حيث ظهر فجأة وأعطوه اسما هو 2023 بيو، وتم اكتشافه مؤخرا وبالتحديد صبيحة يوم 21 يناير. وهناك احتمالية كبيرة أنه يشكل تهديد للأرض، قد يصطدم بها وسيمر بالقرب منها جدا. هذا كما يظهر لنا هنا مساره، كما نشروه يظهر لنا مداره احتمالية، يقولون احتمالية 80% أن يكون هناك اصطدام بينه وبين الأرض، وذلك بتاريخ 26 يناير، حيث أن مداره يتقاطع مع مدار الأرض في من وقت إلى آخر، يتقاطع مع مدار الأرض في نقطتين خلال عامه، عام هذا الكويكب، أو بمعنى آخر حين يكمل دورته حول الشمس. هنا في هذا الرسم البياني نرى الشمس وحولها مدار عطارد باللون الأحمر، ثم مدار الزهرة بالبنفسجي، والأرض بالأخضر أو الأزرق حسب درجة لمعان هاتفك. الأصفر هو مدار زحل، والمدار الأبيض هو مدار هذا الكويكب المكتشف، يمكن مشاهدته إلا بتلسكوبات، مشاهدة هذا الكويكب إلا بتلسكوبات، وأي تلسكوبات كبيرة. المدار أو هذا الكويكب يظهر كأنه خلف الأفق بالنسبة لي، لأنني أتواجد بجنوب الأرض، وكما ترون فهو يتجه نحو نقطة التقاطع، وتظهر لنا هنا الأرض مع مدار القمر، وتقاطع المدارين سيكون في يوم تحديدا في يوم 26 يناير، وذلك على الساعة 21:17 بالتوقيت العالمي غرينتش. ويظهر أنه سيمر بين الأرض والقمر، ويتبقى حساب معدل جاذبية الأرض بالنسبة له مع مداره. جاذبية الأرض ستزيد من جذبه نحوها. وخلاصة القول أنني قلت لكم سابقا أنهم سيعلنون عن مثل هذه الكويكبات والنيازك التي تفاجئهم حسب قولهم، لكن في الحقيقة فهم لا يعلنون إلا عن التي قد تشكل تهديدا على الأرض وليست مفاجأة لهم. وهم يعترفون أيضا أنها ستكثر في المستقبل القريب دون ذكر للأسباب، فكما قلت دائما يعطونها أسماء، وذلك حسب تواريخ اكتشاف تهديدها للأرض. والمراقب يلاحظ تزايد الشهب والنيازك التي تضرب الأرض هذا العام، وهذا بالنسبة لهذا الموضوع. أما بالنسبة لخبر اقتراب القمر من الأرض، فقد قرأت ما يقارب 3 تعليقات تتحدث حول هذا الموضوع على القناة عن اقتراب القمر ب 28 كيلومتر من الأرض. عندها علمت أن إحدى قنوات
علم الفلك بين قوسين ومزدوجتين ومعقوفتين قد نشرت دجلها. وهذا الذي يتحدث عن 28 كيلومتر، فهذا يظهر لنا جهله تماما بأي علم كيفما كان وليس بالفلك فقط، حيث أننا كنا تحدثنا في عدة حلقات عن مصطلح التوازن الهيدروستاتيكي في غير ما مرة، وقلنا أن جميع الأجرام في الكون تحقق توازنا فيما بينها بواسطة قوة الجذب والدفع أو التنافر التي تساوي محصلة قواها الصفر، يعني أنها متساوية تدفع وتجذب بنفس القوة لكي تعطي صفرا كل جرم يبقى في مساره، وتتجاذب وتتنافر فيما بينها، بالتالي تحقق ذلك التناغم فلا يقترب جرم من الجرم الآخر قيد أنملة ولا يبتعد عنه، أي هناك توازن بمحصلة قوة متساوية تساوي صفر، كما قال الحق تبارك وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل في فلك يسبحون، هذا هو التوازن الهيدروستاتيكي الذي بين الأجرام. فكيف يمكن للقمر أن يقترب من الأرض بثمانية وعشرين كيلومتر، يعني أن تنقص 28 كيلومتر من قطر مداره؟ فهل يا ترى هذا القائل بمثل هذا القول يستطيع تخيل إنقاص 28 كيلومتر من قطر دوران القمر حول الأرض؟ فكيف سيكون عليه الحال على الأرض؟ أم هو كلام فقط من أجل جذب المشاهدات وما إلى ذلك؟ فما دليله على ذلك أولا؟ لأنه مستحيل أن يتحرك من مكانه ب 28 كيلومتر. نعم هناك تذبذب زائد عن حده في مدار القمر وكذلك فيما يلان محور الأرض بسبب التأثيرات القوية التي يتعرضون لها، وهذا ما يعطينا ظاهرة القمر العملاق وكذلك انتفاخ الأهلة في بداية الشهور القمرية، لكن أن يتقدم نحونا ب 28 كيلومتر فهذا محض هراء لا يمكن تصديقه بتاتا أو حتى التفكير في تصديقه. ومن جهة أخرى، فيما بدأ الحديث مؤخرا عن نشاط العديد من البراكين البحرية وأهمها بركان كولومبو الخامد منذ 1550 سنة 1550 في قاع البحر الأبيض المتوسط قرب جزيرة سانتوريني باليونان، وهذه الصورة هي صورة حقيقية لهذا البركان لهذا المكان، حيث بدأت تتصاعد هذه الفقاعات الغازية، حيث أشار المكتشفون عن تواجد غرفة صهارة تشكل خطرا جسيما، حيث أنه لو انفجرت سيكون انفجارا شديدا يولد موجات مد عاتية أي تسوناميات، ويتوقعون طورانه في المستقبل القريب. وهذا مثال من عدة أمثلة لهذه الخزانة الصهارية التي تختبئ وسط الظلام المحيطات وتنتشر عبر العالم، بل أن هناك براكين عملاقة خامدة تضاهي ييلوستون تحت المحيط، وهذا كله سببه هو الشحن الذي نشهده على الحقل الأرضي، فهذا الشحن يشحن هذه البراكين وستبدأ في تفريغ هذه الشحنات، كلما اقترب المنبع الدخيل سيتزايد الشحن وبالتالي ستنفجر مثل هذه البراكين،
وكذلك يظهر لنا هذا الشحن على مقياس نبض الأرض راني شومان الذي سجل ارتفاعات قوية، وكذلك يظهر لنا تكسر القوس الصاد هكذا كما ترون أمامنا، ولا يزال المؤثر خلف المشتري ويشحن طبقة الأيونوسفير كما يظهر باللون الأخضر والأصفر والأحمر تبعا للقوة الضاربة التي وصلت إلى هذه الطبقة. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.